حابب ابدا كلامي النهارده مع جمهور نادي الزمالك. الكلام موجه لحضرتك كجمهور لنادي الزمالك اللي عمره ما قصر في حق ناديه، واللي دايما بيكون الداعم الاول في وقت الصعب وفي وقت الشده وفي وقت الحلو وعلى مدار كل اوقات وتاريخ نادي الزمالك. اكيد انت الداعم الاول، وبرضه من حقك ان انت تفكر فهدف واحد بس وهو الفوز. ده الطبيعي، ده الطبيعي بالنسبة لجمهور نادي الزمالك اللي هو لما بيشوف رجل لعيبته بتنزل أرض الملعب كل تفكيره هو الفوز. من حقك إن أنت تزعل زي ما أنت دايما بتدعم، من حقك إن أنت دايما شايف نادي الزمالك في مكانته الطبيعية وهي الفوز، ودي دايما هي عادات وطموحات نادي الزمالك على مدار تاريخه.